ما حكم أكل القات؟ كل ما هو ضار من القات أو الدخان وأشد من ذلك المسكر والمخدرات كله محرم بالإجماع، كله محرم ولا يجوز. ما هو ضار حل أو خبيث حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ما ثبت أنه خبيث فإنه حرام، والقات من الخبائث، وكذلك الدخان من الخبائث. هذا شيء لا يجادل فيه من عنده عقل وعنده علم. ظاهر خبث الدخان ظاهر على الجسم وعلى الرائحة وعلى صحة الإنسان، وعلى هو من الخبائث ومن الضار أيضا، فيه ضرر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً.